زيد شي ترشح لرئاسة الفاف. لا في دروت والقرار الاول واش دار الجزائريين اللي كانوا في اللجنات تاع الكونفدراليه الافريقيه حوزوهم طلب باش ينحيهم. داكور عماره شرف الدين، عماره شرف الدين مسير ممتاز، نحب ولا نكرهو كمام كو بالحق كان يقدر رجل دولة. كان قادر قاعد يستنى يقعد للان مازالو مازالو او نيفو دو لا فاف رئيس جا بحكمه خرج. ابا عماره شرف الدين داروا له مشاكل في الكاف، شكون اللي دار له مشاكل؟ ماشي القجع. دوك حنا الشتا ما صبتش نقولوا القجع، ما كاش سخانه نقولوا القجع. جزائري اللي دار له مشكل، سي فري جزائري اللي دار له مشكل وحبوا يخرجوه وكتبوا وكتبوا كتبوا رسائل الى 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 نزيد نقول لك حاجه، اقسم بالله العلي العظيم المستعظم وانا مسؤول على كلامي ونجبد لك الهاتف هذا. كنت في كلام مع احمد الملغاشي، الرئيس السابق للفريق، الرئيس ما عنديش بزاف راني نقول لك ونوريه لك انا نوريه للشعب كامل الجزائري. قاعدين نتكلموا عندي اسبوعين بريزيدون واش راه كيف حالك، قال لي الجزائر والله ما عرفتش انا حاجه، قال لي روعه قال لي نار جازتشي وصاني عليه، قال لي كي تكلمت مع زتشي قال له خلينا منه. أكشوف قلت لك يعني الجزائري وانا مسؤول على كلامي، انا مسؤول على كلامي. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.